Game Designer. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم Games Designer. في هذا الشرح بإذن الله راح نستكمل معاكم دروس لعبة العالم المفتوح، وراح نضيف درس جديد وهو عبارة عن عملية الإسقاط، بمعنى لو أخذت عينة من الأرض وحبيت أني أرميها وأخذ عينة ثانية، هذا الدرس حيكون بإذن الله عن هذه الطريقة. طبعا هذا في الدرس الماضي، بحيث ان احنا وسعنا نظام الباك اب وكيفية التقاط الاشياء من الارض. طبعا ما اضفنا حاجات كثيرة، فقط الطاقة والرصاص، تمام، بالاضافة الى الاسلحة. بامكانكم تتوسعون بالموضوع بحيث انكم تضيفون انواع كثيرة، من ضمنها الطعام، من ضمنها الجلد في حالة انك طورت مثلا صيد للحيوانات. هذه الطريقة حتكون فيها توسع بشكل كبير جدا يعني. فنبدأ معاكم شرح اليوم بإذن الله. طبعا راح نعمل هذا الدرس للأسلحة فقط. في حالة انك حبيت تتوسع في هذا الموضوع، بإمكانك تعمل برضو هذا الدرس لعدة مواد أخرى. بداية الأمر نروح إلى Edit، وإلى Project Setting، وإلى Input. من Action Mapping هنا راح نضيف زر جديد، أوكي، وراح نسميه هنا Drop Weapon، وراح نعطيه، المفروض نعطيه حرف الدي، ولكن لأن الدي يتبع الحركة فراح نعطيه حرف الكي، كي من الكيبورد إن شاء الله. ما في شيء ثاني كي هنا، ما أعتقد. طبعا مثل ما قلت لكم، في نهاية السلسلة هذه راح نطور كل هذه الحركات ونخليها قابلة للعب عن طريق عصا التحكم الخاصة بالإكس بوكس أو البلاي ستيشن. هذه فقط بشكل مؤقت. طيب نقفل هذه الآن. طيب راح نفتح ملف اللاعب من كاركتر بلو برينت، واللاعب حقنا أليكس هنا. طبعا راح نرتب هذه الشبكات من البرمجة في آخر شيء. راح نضيفه هنا فوق مثلا، وراح نستدعي الزر اللي أنشأناه، نقول drop weapon، هذا هو. من هنا أسفل راح أخذ primary، نقول له get، وبرضو secondary، نقول له get. ليه ما أخذت current؟ لأنه هو أساسا الحالي اللي عندي، فالدروب راح يكون في secondary والبريمري. من هنا راح اطلع is valid، اوكي، ناخذ راح اخذ نسخة منه واضيفه هنا للسكندري، اوكي، راح اربطهم مع بعض بالبوليان، واقول له and boolean، وهذا راح يكون شرط. هذا الشرط راح اطلع من breast واقول له برانش، راح اربط الشرط فيه. حاليا هذا الشرط مقبول لما اضغط ابرست. في حالة انه طبعا صار ترو حيكون هناك في برمجة، صار فولس حيكون في برضو برمجة. طبعا الترو ما عندي مشكلة فيه، يعني مشكلتي في الفولس، لانه في حالة انه صار خلل. فمن فولس برضو راح اقول له برانش جديد، تمام، وراح اخذ نسخة من البريمري هذا مع الـ is valid، راح اوصلهم بالبرانش. طيب هنا برضو راح اخذ بريمري، اوكي، اقول له get. من بريمري راح اطلع weapon، weapon get weapons، ايوه، اوكي، من get weapons راح اقول له break subtract. طبعا هذا حيعطيني بيانات كثيرة، انا اهم شيء عندي weapon class. من weapon class هنا راح اطلع spawn actor from class، اوكي، وراح اوصله بالبرانش هذا. طبعا لاحظ هذا راح احدده الان واحذف جميع الوصلات اللي ما لي رغبة فيها ما عدا weapon class. طبعا الان لما تقول له compile وsave حيعطيك خلل، لانه ما وصلنا للسبان ترانسفورم،
ما في مشكلة، نقول له كومبايل سيف، خلي هذا الخلل، نروح إلى فيوبورت للاعب نفسه، أوكي، ومن الكومبوننت هنا راح أضيف سهم توجيه، أقول له أرو، أوكي، راح أسمي هذا السهم مثلا دروب، أوكي، راح أرجع برضو كومبايل سيف، راح أرجع إلى الإيفنت جراف، راح أخذ دروب هذا. ومن الدروب راح اقول له get word transform، اوكي، من return value هنا راح اوسع واقول له stretch، جميل، من هنا برضو span transform راح اقول له make transform، already هذا طبعا جاهز. من return value location راح اقول له زائد فيكتور فيكتور، راح اوصل هذا هنا باللوكيشن، اوكي، ومن روتيشن راح يكون بالروتيشن نفسه. من هنا برضو دروب راح اقول له جيت فورورد فيكتور، ومن return value راح اقول له ضرب vector float، اوكي، راح اخلي مثلا 130. طيب وهذا راح يكون قريب هنا شويه، بس هذا حيتوصل بالفيكتور فيكتور، تمام. الان هذا، ومن مايكرو هنا راح اغلق البرمجه هذه بسلسله من مايكرو، راح اقول له collapse to micro، تمام، راح اسمي هذا المايكرو دروب لوكيشن، تمام، هذا حيكون برمجة مغلقة بحيث اني احتاجها فقط لما اخش عليها، كذا مناسب. من ريتيرن فاليو هنا راح اطلع سيت سيميوليت simulate physics skeleton mesh، تمام، اوكي، لاني راح اتحكم فقط بالسكيلتون مش، وهنا راح اضيف simulate صح. تعديل بسيط، هذا ما راح يكون للبريمري، راح يكون للسكندري، فاسحب السكندري واضيفه هنا، حيتحول الى سكندري، يعني كان بريمري وحولته الى سكندري بالاضافة، ما في مشكلة، هذا راح نعدل بعدين على البريمري في نفس البرمجة هذه. طيب الان هذا هو مثل ما قلنا للسكندري، لاحظوا، خلوني اوسع هنا بس علشان تتوضح الفكرة. الان راح نشتغل على انه هذا النظام لسه ما يعرف ايش السلاح اللي راح يلقي وايش السلاح اللي راح يسحبه، حتى لا تصير لخبطة. راح اسحب من هنا برضو برانش جديد، راح اقول له برانش، تمام، اوريدي راح يكون موصل هنا بالسبان اكتر. الشرط هنا راح يكون الويبن ستيت، تمام، من الويبن ستيت راح اطلع equal equal، تمام، وراح يكون هنا عندي البريمري والسكندري، بداية راح اشبكهم بالشرط، تمام، وراح اخلي هنا الثاني بريمري، اوكي. فالفكرة الان انه عن طريق هذا الشرط حيسحب لي البريمري وحيلغي السكندري. كيف يلغيه؟ انه من ست سيميوليت هنا راح نقول له destroyed destroyed actor، وهذا destroyed actor راح يكون primary، معذرة secondary، اوكي، لانه لما يلغي secondary حيكون عنده primary هنا. طيب كيف نعكس النتيجة؟ ناخذ نسخة من جميع البيانات هذه، تمام، نقول له control c صغر، وهنا نقول له كنترول V،
هنا نقول له طبعا هنا حيكون من فولس، يعني إما إنه ياخذ العينة الأولى أو إنه يطبق العينة الثانية. العينة الثانية هنا راح تكون السكندري، فنجي هنا إلى الثانية ونقول له سكندري. طيب برضو من هنا أنا راح أضيف الويبن ستيت هنا وأقول له سيت، راح أوصله هنا برضو، خليني أنزل هذه أسفل. برضو هنا راح أقول له الكورنت، راح أقول له سيت، تمام، راح أوصله هنا وراح أخلي الكورنت هو اللي مربوط بالكورنت نفسه، تمام. طيب هذا راح يتوصل بالسبون أكتر. فالفكرة أتمنى تكون واضحة إنه لما يلغي السكندري حيكون عنده الكورنت، يعني حيكون عنده سلاح، وهذا السلاح هو حيكون الكورنت، تمام. طبعا الفكرة شوية ما هي معقدة ولكن تحتاج إلى تركيز شوية بس. بس هو إذا ألغى الكورنت كيف كورنت، لا كيف كورنت يحمل كورنت؟ ناخذ البريمري ونوصله بالكورنت، فيكون عنده البريمري والكورنت نفسه لما يحذف السكندري. أوكي هذا يكون كما هو، جميل. فخلونا فقط نقرب هذه المسافات كذا، جميل. شوية في لخبطة ولكن إن شاء الله يكون موضوعها مثل موضوع البقية. فنوسع هذا برضو. طيب كومبايل وسيف. طبعا إذا ما عطك خطأ تحت معناها المسألة أوكي ماشي صح معك. في حالة إنه حمل سلاحين مع بعض السكندري والبريمري، فهنا راح يكون عندنا مشكلة مع السلاح الثالث. فنفس الطريقة ناخذ نسخة من هذه كلها، أوكي، نقول له كنترول سي ونجي أسفل كنترول في، تمام. ومن هنا الفولس راح أوصله بالبرانش هذا، وهنا راح أقول له نان لأنه في حالة إنه حمل سلاحين مع بعض، وهذه راح أحذفها ما أحتاجها، راح تتوصل هذه بشكل مباشر، وراح أخلي البقية كما هي بحيث إنه يلغي السكندري وبن، تمام، وينحذف. فهذا حيكون كما هو. ففي البداية إنه يحمل السكندري وبن مع البريمري، ثم يلغي السكندري، تمام، ويحمل الكورنت مع البريمري، ثم يحمل سلاح ثالث أو يلغي السلاح الثالث في حالة إنه حمل السلاحين مع بعض، وهذا اللي عملناه إحنا هنا في الإكوال إكوال. طيب مثل ما تلاحظون خلصنا المقطع الأول وهو عبارة عن الترو في حالة إني صار عندي الأسلحة الثلاثة مع بعض، إيش اللي ألغي منها، تمام. الآن نرجع إلى الفولس، هذا الفولس لاحظوا الكور طبعا حيطول شوي لأنه عملية تكرارية ليس إلا يعني. فناخذ نسخة من أي واحدة فيهم، ناخذ من البرمجة الثالثة هذه مثلا، نقول له كنترول سي كنترول في، تمام. فهذه البرمجة الثالثة الرابعة في حالة انه فولس، تمام، حوصل الترو مع الترو هنا. وهنا الشرط راح اخليه بريمري لانه الان نشتغل على البريمري في حالة الفولس، تمام. وهنا البريمري اوكي، السكندري اوكي. طيب لاحظوا فقط اخذنا نسخة منه من هنا، اي من البرمجة لانها عملية تكرارية ليس الا، ونشتغل الان على الفولس، هذا الفولس. فوصلت البرانش مع البرانش، والشرط هنا خليته equal primary، هذا اللي سويته. اوه شكله بيكبر. طيب وراح اخذ من الستيت هنا وبن ستيت برضو، راح اقول له get، او معذرة راح ارجع واعيد واقول له set، لاني ابغى يصير false هنا، ابغى يصير فاضي، يعني لما يحمل الوبن اي وبن كان، فما نحدد نوع الوبن هنا. وبرضو الفولس هنا راح نوصله هنا، تمام.
فيكون كأنه الفولس والترو واحد. فنخليه هنا برضو بريمري نفسه هذا، فأسحب هذا برضو بريمري راح أخليه. أوكي، برضو هنا لما يلغي السلاح يلغي البريمري برضو. أوكي، البريمري، فهذا نخليه للبريمري فقط. طيب الآن النظام أتوقع أنه حيكون كذا شغال 100%، ما عندكم مشكلة فيه، لأن احنا في الترو نظمنا سحب السلاح مرة البريمري ومرة السكندري ومرة من دون، يعني يلغي لي واحد فيهم. في الفولس أنا نسقت إنه يرمي البريمري، تمام، ويحافظ على الكورنت. فتحبون نجرب مثلا؟ طيب نقول بلاي الآن. طيب نروح إلى السلاح نقول له اي، لاحظوا لما نقول له، طيب لما اضغط على الكي حيلغي لي السلاح. طبعا رمال السلاح في الجو، فراح نعدلها هذه، تمام. لما اخذ السلاح الثاني مثلا هذا، اوكي، لما نعمل سويتش، اوكي، طيب نقول له اوكي حيلغي لي. اوكي، طبعا في تعديل بسيط فقط، انه لما استخدم السلاح، انا اوريكم، انه لما اروح استخدم السلاح مثلا هذا واقول له سحب، لما اطلق لاحظوا العدد الرصاص تحت حيكون عندي 39 37. اوكي، لما الغيها وارجع اسحبه حيكون مكتمل الرصاص عندي. فهذه برضو مشكلة لابد نعدلها، وتعديلها جدا بسيط جدا، اوريكم كيف. نروح الى برمجة السلاح، الى الويبنز بلوبرنت، هذا الخاص بالاسلحة بشكل عام يعني ككل، واحدد الويبنز. هنا راح اخلي العين مفتوحة هنا، او بامكانك من هنا برضو انستنس اديتابل، تلاحظ انها العين مفتوحة. وهنا اكسبوز اون سبان برضو راح احددها، هذه راح اقول لكم كومبايل وسيف، تمام. لما ارجع الى البرمجة ما راح الاقي الشيء الجديد اللي انا اضفته، فحتى اطلع ولا بد اعمل ريفرش لجميع السبون اكتر. فلما نقول ريفرش كذا ريفرش نود، حتلاحظ انه خرج معك، حتوصله فقط بهذه. نفس الطريقة هنا، حتقول ريفرش نود، حتظهر معك، حتوصله بالويبنز. برضو هنا هتقول له ريفرش، كرر العملية، هتوصله بالويبن، علشان يعطيني جميع الصفات اللي أنا يعني عملتها بالأسلحة، جميع المواصفات، من عدد الرصاص، من كمية الرصاص اللي أسحبها، من الريلود. هذه هي المطلوبة هنا، فأضيفها فقط هنا في السبون أكتر وأفعلها مع الويبن، هذا اللي يصير فقط. برضو هنا نود اقول له ويبن كومبايل وسيف. طيب قبل ما نكمل نروح الى هنا ونقول له سيف اول، برضو راح ارجع هنا واروح الى البيك اب ايتم، هذا البيك اب ايتم، ايوه بيك اب سيستم، تمام. برضو نفس الحركة هنا من سبان اكتر راح اقول له ريفرش، لانه خلاص من احدث هذا حي يتحدث جميع البيانات اللي له. فمن وبن هنا حوصله بوبن، تمام. برضو اسفل راح اقول له ريفرش نود، حيطلع لي البيان الجديد فنوصله. هذا شوي طالع جميع البيانات، اخذ فقط البيانات المطلوبة. اوكي، برضو هنا البيانات المطلوبة.
طيب الآن عدلنا المشكلة الأولى، وهي إنه الرصاص يتغير لما ألغي السلاح وأرجع أخذه مرة ثانية. باقي المشكلة الثانية، وهي إنه السلاح يكون طاير في الجو، شفتوها من شوية. فهذه نرجع إلى ويبنز بلو برنت، الماستر الحق الويبنز ككل، تمام. وهنا من السكاليتال مش، سكاليتال مش، ركزوا لي على سكاليتال مش. هنا أنزل إلى الكولاجين، طبعا هنا موجود نو كولاجين، نختار كاستمز، ومن كولاجين انيبل راح اختار فيزيت اونلي، نو كويري كولاجين فيزيكس اونلي، اوكي. وراح اخلي هنا اجنور للبان مع طبعا الفيزيبيليتي والكاميرا، تمام. حاجة ثانية راح أتأكد إن السفير أسفل للسكالتن، يعني أسحبه كذا وأضيفه أسفل السكالتن، ينزل أسفل السكالتن. إن كان مكافئ له يعني هنا فهو غير تابع للسكالتال مش، إن كان يعني لليمين مثل هذه الطريقة فهو تابع، تمام. لابد تهتم بهذه النقطة علشان يكون مرتبط وياه، لأن لابد السفير يكون مرتبط، لأن السفير هذا احنا أنشأناه حتى يصير في انتراكت مع اللاعب نفسه. فإن كان هذا مفصول عن السكاليتال حيكون في مشكلة برضو، أوكي، وإحنا ما ودنا هذه المشكلة. فالتغيير اللي عملناه نقول له كومبايل وسيف، برضو نرجع هنا ونقول له سيف أول، أوكي. الآن حنجرب سواء كان السلاح أو كان نوع الرصاص نفسه، هل إنه يقل أثناء سحب السلاح ورميه. نقول له بلاي. طيب راح أخذ سلاح واحد فقط يكفيني، لأن بقية الأسلحة ما عندي مشكلة فيها، وأقول له إكويب، أوكي. راح أطلق. طيب راح أقول له ريلود. طيب الآن عندي هنا 132.21، لما أرمي حينزل تحت، لحظة. طيب لما أرجع له مرة ثانية وأقول له كذا، لاحظوا نفس العدد السابق. طبعا هذا حيكون في السلاح نفسه هذا. طبعا بإمكانك تجرب جميع الأسلحة بنفس الطريقة اللي قمت فيها، وحتشوف إنه النتيجة مذهلة جدا، يعني وصلت إلى حاجة بإمكانك تسحب فيها أي سلاح وترميه لعدم الحاجة. طبعا هذه الطريقة بإمكانك تجربها على جميع البيانات اللي أنت تحب تسحبها أو أنك ترميها في حالة أن عندك ثقل. إن شاء الله راح برضو نستكمل دروس العالم المفتوح بالعودة إلى البيئة، وهي مثل ما قلت لكم في بداية المشروع أنها من أصعب الأمور اللي يخطئ فيها الكثيرين، لأن تصميم البيئة هو يعتبر أساس اللعبة. البرمجة مثل ما تلاحظون جدا بسيطة وغير معقدة، وتحتاج فقط إلى اعتياد على الأكواد وعلى طريقة تراكبها مع بعض. المعقد هو التصميم. راح نبدأ معاكم في الدروس القادمة من البداية، كيف نصمم هذه البيئة والخريطة والمياه، وأيضا كيف نصمم المدن الثلاث اللي راح نضيف فيها البشر في المقام الأول، ثم نضيف فيها الزومبي في المقام الثاني، ثم نضيف فيها الجنود في المقام الثالث. أشوفكم على خير إن شاء الله في الدرس القادم. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.